السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي الصغار، مرحبا بكم معنا في قناة على المدى لتحدي القراءة. برافو برافو. اليوم سأقرأ لكم قصة من مجموعة قصتي الجميلة، واسمها القط ذو الحذاء. كان يا مكان قروي له 3 أبناء. كان كل إرثه عند موته مطحنة تركها لابنه الأكبر، وحمارا للابن الثاني، وقطا للابن الثالث. يا إلهي، حصل أخواي على أشياء مفيدة، ولم أحصل إلا على هذا القط وهو عديم الفائدة. كيف سأعيش أنا؟ ما العمل يا ربي؟ عندما رأى القط صاحبه قلقا، وعده أن يصبح ذا ثروة عما قريب. ماو سيدي، لماذا أنت حزين؟ لقد سمعت ما قلته للتو. سيدي، سأثبت لك بأني مفيد جدا، وأعدك بأن تصبح لديك ثروة هائلة. فقط أعطني قبعة وجزمة وكيس. ذهب القط واصطاد حجلتين وقدمهما هدية إلى الملك. الحراس، أريد مقابلة الملك. حسنا، تفضل، الملك بانتظارك. كذب القط يومها وقال: مياو. أيها الملك، إن سيدي نبيل بنطقة كرباس أرسلني لأقدم لك هاتين الحجلتين هدية منه. ماو. إنه للطف كبير منه، أجابه الملك مسرورا. منذ ذلك اليوم، والقط ذو الحذاء يقدم الهدايا بانتظام إلى الملك. يوما ما علم أن الملك يتجول برفقة ابنته بالقرب من النهر. مياو. سيدي سيدي، أريد أن أطلب منك طلبا صغيرا. ما هو؟ اذهب إلى النهر وقم بالسباحة هناك. لماذا؟ لماذا تريدني أن أذهب وأسبح في النهر؟ سيدي، ضع ثقتك بي. ميو. ضع ثقتك بي يا سيدي، هيا. حسنا، سأذهب. طلب القط من سيده أن يسبح في النهر وأن يثق فيه تمام الثقة. ها أنا ذا أيها القط، سأسبح. عندما رأى القط الملك ماراً، بدأ بالصراخ: ميو ميو، النجدة، ميو النجدة، لقد سرقت ملابس نبيل كرباس. ميو ميو، النجدة النجدة. أوقف الملك موكبه وأمر بإحضار أفخم الثياب للنبيل، ما أن رأته الأميرة حتى أغرمت به على الفور. أيها الحارس. نعم سيدي، هيا أحضر للنبيل كرباس ملابس تليق بمقامه بسرعة. حاضر سيدي. أوه يا إلهي، كم هو لطيف هذا النبيل. عرض الملك على النبيل أن ينضم إلى موكبه. أيها النبيل،
هل لك أن ترافقنا في موكبنا؟ أجل، ولكن بعد أن ألبس ثيابي. أسرع القط وتقدمهم بكثير. ذهب إلى الفلاحين وقال لهم: ستعاقبون إن لم تخبروا الملك أن هذه الأرض ملك لنبيل كارباس. فعل الفلاحون بدافع الخوف ما طلب منهم، وأخبروا الملك بأن تلك الأراضي ملك لنبيل كارباس. كان الملك جد سعيد بذلك. يا شباب، السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، مرحبا بك أيها الملك. لمن هذه الأراضي؟ سيدي، إنها لنبيل كارباس، إنها حقول شاسعة. أجل أجل، إنها حقول كبيرة، إنها ملك لنبيل كارباس. وجد القط ذو الحذاء نفسه أمام المالك الحقيقي، غول غني جدا. سأله القط: ماو ماو، هل بإمكانك أن تتحول إلى جميع أنواع الحيوانات؟ فأر مثلا. بالطبع، أجاب الغول وتحول في الحين إلى فأر صغير. ماو، هذا ما أريد. ماو 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 ماو، لقد أمسكت بك أيها الفأر. أمسكه القط ذو الحذاء بسرعة وأكله. ماو، إنه لذيذ لذيذ جدا. في تلك اللحظة وصلت عربة الملك أمام القصر. أوقفها القط ذو الحذاء، وبعبارات المجاملة استقبل القط الملك في المدخل وقال له: ماو ماو، مرحبا بك يا سيدي في قصر نبيل كارباس، مرحبا بك. ماو ماو، شكرا لك أيها القط. جميل جدا، إنه قصر فخم يليق بنبيل كارباس. قصر لم أرى مثله. جيد جدا. يا إلهي، كم هذا جميل، إنه فعلا رائع. اقترح القط ذو الحذاء على الملك أن يصطحبه في جولة داخل القصر، ومن اكتشاف لآخر استطاع الملك أن يلمس عن قرب مدى طراء هذا النبيل، والذي كانت الأميرة الصغيرة شديدة الإعجاب به. غني جميل ونبيل، لم يكن الملك بحاجة لأكثر من ذلك ليزوجه ابنته.